قال الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي حقيقة الدنيا التي يجب على العاقل أن يضعها بين نصب عينيه دائما وأبدا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله جل وعلا: بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله، هذه الأحاديث معشر الأحبة تعرفونها، لكنني أذكر بها نفسي وإخواني لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع. جاء في صحيح الإمام مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت فتناوله فرفعه حتى رآه الصحابة رضوان الله عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ أخذ هذا الجدي الأسك مقطوع الأذنين ثم رفعه حتى رآه الصحابة، قال: من يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ من يريد أن يأخذه منكم؟ قالوا: لو كان حيا يا رسول الله كان معيبا، أسك مقطوع الأذن، فكيف به وهو ميت؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، وهذه هي حقارتها، فما بالنا نتنافس وينسى العبد آخرته من أجل هذه الدنيا، من أجل هذه الدنيا الدنيئة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ولما كانت الدنيا لا تساوي شيء عند الله عز وجل وعند العقلاء من عباد الله جل وعلا، أعطاها الله عز وجل للمؤمن وأعطاها للكافر، وربما وسع على بعض الكفار ابتلاء وامتحانا لعباده المؤمنين. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر والشرك والعياذ بالله لوسع الله جل وعلا على المشركين وعلى الكافرين في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنها ليست بشيء، لأنها معشر الأحبة ليست بشيء. لا بد أن تستقر هذه الحقيقة في قلوبنا. ولولا، يقول الله جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لماذا؟ قال تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله يمر عليه كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار لطعام. يمر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم البيوت وأكرم الخلق على الله عز وجل، يمر عليه ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيته نار لطعام. فلما سئلت أم المؤمنين: ماذا كانت يعني عيشكم وقوتكم؟ قالت: الأسودان، يعني التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكئ بجوار الكعبة حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيأتيه عمر رضي الله عنه ويبكي، يقول: يا رسول الله، أنت يعني في هذه الحال وملوك فارس والروم فيما هم فيه من النعيم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ ألا ترضون يا أهل السنة، ألا ترضون يا أهل التوحيد أن تكون لهؤلاء الكفار المشركين الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فما بالنا معشر الأحبة ننشغل، وما بالنا معشر الأحبة ننسى ديننا من أجل هذه الدنيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا
طلب الآخرة.